مصممة أزياء درامية برضو، عندي مسلسل في رمضان اسمه النهاية، برضو مستفزة ليا جدا لأنه في المستقبل، أزياء معاصرة بيبدأ سنة 2120، فده برضو مش سهل، يا رب يبقى خير ويعجب الناس. مخلصة تصميمات أزيائه في مرحلة التصوير والتنفيذ دلوقتي من زمان، لأنه بقاله فترة طويلة. لا هو كله هيبقى غريب، يعني مش غريب قوي بس هيبقى مختلف، مختلف الحالة مختلفة، في فروق اجتماعية كمان كتير، يعني هو في المستقبل بس مش كل الناس يعني الظروف الاجتماعية زي التانية، ففي اختلافات ما بين الشخصيات، فإن شاء الله أقدر أقدم ده أطلعه في المظهر. يعني تعاون العاشر النهاية العاشر، الحمد لله يعني سعيدة بالنجاحات وسعيدة بالتعاون، يعني أنا تعاونت، ده التعاون العاشر كانت مصممة أزياء، إنما تعاونت معك مؤلفة مرة اللي هي لعبة إبليس، سعيدة جدا بالتعاون معايا، يوسف كان ممثل ذكي وأنا بحب أشتغل معاه والحمد لله يعني في كيمياء. رسالة بقى، رسالتين، رسالة كممثل إن أنا بتمنى له التوفيق والنجاح في المسلسل إن شاء الله وفي أعماله كلها الجاية، ورسالة كزوج أن أنا بشكره جدا على تحمله لكتابتي البلا دليل، لأن ما كانش الموضوع سهل خالص، وعلى كل حاجة، يعني على كل حاجة الحمد لله.